بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من صفات المؤمنين مرشدي في اللغة العربية، هذو هما الصفحات، سنحاول نديرو قراءة، نديرو تقرير النص، نعم، ولكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة، شاركوا وما غتخسروا والو. إذا قال الله تعالى في سورة الفرقان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا صدق الله العظيم، نكملوا من بعد نشوفوا ملاحظات النص، مجال النص، يندرج هذا النص ضمن مجال القيم الإسلامية. النوعية ديال النص عبارة عن آيات قرآنية كريمة. مصدر النص مقتطف من سورة الفرقان وعددها 14 آية منسوخة حسب الرسم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان. دراسة العنوان: من صفات المؤمنين. تركيبيا عبارة عن شبه جملة مكون من حرف جر ومن اسم مجرور مضاف. صفات مضاف إليه المؤمنين شبه جملة. هذا شبه جملة كل من صفات المؤمنين، هذا شبه جملة في محل رفع خبر مبتدأ محذوف. دلاليا يدل العنوان على إبراز ما يميز المؤمنين من صفات. شرح بعض الكلمات الغير مشروحة في النص. إذا يمشون هونا، يمشون بهدوء تواضعا لله، مهم غراما هلكا، لم يسرفوا، الإسراف هو التبذير، لم يقتروا، التقتير والبخل، قواما الاعتدال، اللغو الكلام الذي لا يفيد إلا تضيع الوقت أو لا فائدة فيه، هب لنا، منحنا، اعطينا، الغرفة، غرفة يعني المعني بها الجنة ونعيمها. المضمون العام ديال النص يشيد الله تعالى، هذا الشيء اللي نكتبوا دابا راه غنلقاوه اسئله كاينه في النص كيجاوبوا على هذا الشيء اللي كنديروا حنا دابا. اذا المضمون العام للنص يشيد الله تعالى بصفات المؤمنين التي تدل على استقامتهم وتواضعهم وخشيتهم لله وطاعته وتقواه والاعتدال والتوحيد. تحليل النص: هذو الافكار ديال النص، المضامين، الافكار الاساسيه ديال الموجوده في الايات الكريمه. اذا خدينا ثلاثه الافكار. الفكرة الأولى كتقول: يصف الله تعالى عبده أو عباده، عفوا، عباده المؤمنين بصفات إيجابية، منها الهدوء، السكينة، الإعراض عن الجاهلين وتجنب الجاهلين، تعبد، الدعاء، الاعتدال في النفقة، وتوحيد الله تعالى. نجيو للباء: يتوعد الله المشركين، يتوعد الله تعالى المشركين والقتلة والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة، ويستثني التائبين العاملين للصالحات ويعدهم بالمغفرة. يعد الله تعالى المؤمنين المتمسكين بحبل الله والمتجنبين للزور واللغو بدخول الجنة. نعم، إلى المستوى الدلالي عندنا
صفات الحميدة التي تميز المؤمنين، صفات التي يتنزه عنها المؤمنين، أو يتنزه عنها المؤمنون، يعني يتجنبها المؤمنون ولا يتصفون بها. إذن ها هما الصفات هنا: تواضع، الكلام الطيب، الكلام الطيب، عبادة الله وحده، السجود، الخوف من عقاب الله، الاعتدال، توحيد الله، احترام حياة الآخر، يعني لا يقتلون النفس، تعفف، توبة، تجنب شهادة الزور، والكلام الفارغ اللي هو اللغو. وهنا الصفات الأخرى: الذميمة، البخل، التبذير والإسراف، الشرك بالله، حيد ذلك الباء، قتل النفس بغير حق، ارتكاب الزنا، شهادة الزور، اللغو في الكلام. صافي، نمشيو دابا. أسلوب النص: كي اعتمد النص أسلوبا إخباريا يخبرنا من خلاله الله عز وجل ببعض ما يميز المؤمنين بصفات وسلوكات. عندنا تاني التكرار. غادي نسولكم في واحد السؤال في القراءة التحليلية على التكرار. غنقولو تكرر اسم موصول الذين 8 مرات في النص. هو لماذا؟ ما دلالة ذلك؟ هو دال على عباد الرحمن، أما تكراره فيعد تأكيدا على أن فئة منهم قد خصهم الله تعالى بصفة الإيمان. هذا الجواب ديال واحد السؤال كان في القراءة التحليلية في الصفحة 11، القراءة التحليلية السؤال الأخير ديالها: ثنائية الإيمان والجزاء. هادو وأساليب، يعني عندنا تناول الآيات 63 64 63 74 مجموعة من صفات المؤمنين، بين بشارة الآيتين 75 76، هؤلاء بالنعيم، يعني ثنائية الإيمان، يعني كتآمن فلك جزاء، ثنائية. المستوى التداولي: خطاب النص القرآني، المرسل هو الله عز وجل، المرسل إليه عباد الله. مقصدية، يعني الهدف من هذه الرسالة إبراز بعض صفات وسلوكات المؤمنين والدعوة إلى الاقتداء بهم والتشبه بهم. الصفات المنهي عنها، على واحد الجدول راه عندكم في الصفحة 11، راه واحد الجدول فيه مكتوب فيه الصفات المأمور بها، الصفات المنهي بها، غير هنا في الجدول مقلوبين. المهم راه مكتوب. إذا الشرك بالصفات، نبداو بالمأمور بها: الهدوء والسكينة في المشي، الإعراض عن الجاهلين، التعبد وقيام الليل، الدعاء، الاعتدال في النفقة، توحيد الله تعالى، الاعتدال في النفقة معودة، التوبة، تجنب الزور واللغو. بالنسبة للصفات المنهية عنها: الشرك بالله، القتل بغير حق، الزنا، شهادة الزور، إعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى. يوقفوا الفيديو، شوفوا هادو، ندوزو هنا. هنا عندنا واحد السؤال في القراءة التركيبية في الصفحة 11، يقول لنا صفات المؤمن تجاه غيره، تجاه نفسه، تجاه خالقه. المهم راه انتم تعودوا لي الترتيب هما مكتوبين. اذا تجاه خالقه: متعبد وموحد لله تعالى وغير مشرك به، تائب لله عز وجل، مكثر من الدعاء. ياك بالنسبه تجاه نفسه: هادئ في مشيته، معتدل في النفقه، الدعاء بصالح الذرية، معرض عن الجاهلين. بالنسبة لتجاه غيره: معرض عن الجاهلين، متجنب للزور، لا يقتل النفس بغير حق. مزيان. إذا هذا هو الجواب ديال الجدول. هنا تركيب في هذه الآيات القرآنية يشير الله تعالى بخصال وصفات المؤمنين التي تدل على إيمانهم القوي وإخلاصهم في عبادة الله وعدم الشرك به والخوف من عقابه وتجنب معصيته، بارتكاب الفواحش مثل الزنا والكبائر كقتل النفس التي حرم الله تعالى، وشهادة الزور كما يبشرهم الله بالدخول إلى الجنة والفوز بنعيمه جزاء لهم على إيمانهم واستقامتهم وتواضعهم. بالنسبة للاستثمار بحال ديك السؤال: اذكر بعض اضرار الاسراف والبخل. اكتب في جوجل بعض، او اكتب اضرار الاسراف والبخل في الانفاق. كي الاسراف هو ضد البخل. وادو ما لا تنسى الاشتراك، وصلي وسلم على رسول الله.